صار يعني ردود باردة، ردود باردة بين الشيخ محمد عبد الله المبارك وبين التميمي على اللحم. تقول اللحم؟ نعم. قبل اخواننا المصريين كانت عندهم أزمة اللحمة، اللحمة ونشوفها بالمسلسلات ونضحك، عندهم أزمة لحمة، سبحان الله. واليوم عندنا أزمة لحمة بالكويت، شوفوا التقرير. نخشى بالفعل بأن تأثير الشركة ممكن يعود بالضرر ترى على المنتج المطلوب تحريره من القيود وتخفيض أسعار. يعني أنا أستغرب من الأخ الشيخ محمد العبد الله وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء يقول نخشى، وإحنا نتكلم عن أمن غذائي ونتكلم عن توفير سلع للمواطنين، وهذه من السلع الرئيسية والمهمة في البلاد. فلذلك الأخ الرئيس يعني نأمل ونتمنى منكم التريث في التصويت مع التزام الحكومة بالامتناع على التصويت. وأيضا هذه السلعة تتعرض لغلاء أسعار، تتعرض لرداءة نوعية وجودة لحوم، ويقول لنا نخشى. أي نخشى؟ إحنا بنحل مشكلة، وين نخشى؟ كما تعلمون تأسيس شركات إضافية لا يعني بالضرورة تخفيض سعر السلعة، وقد ينتج عكس ذلك تماما. يعني نستثمر مليارات برا، خايفين أسس شركة هني، شركة مواشي ثانية لنشجع المنافسة. من واجبنا أن كحكومة أن ننفق الأموال العامة بالشكل الصحيح وبما يعني يدر الفائدة على من قام بالاستثمار. شكرا أخ الرئيس. خبرنا الأخير أعزائي المشاهدين، اليوم صدر قرار من وزيرة